الكرام ربطنا قبل قليل مطار بانكوك الدولي في موسكو الوقت المحلي والساعة 1:15 ظهرا ودرجة الحرارة 22 درجة مئوية. يرجى البقاء بالمقاعد وكرر يرجى البقاء بالمقاعد لحين توقف الطائرة توقف نهائيا الحلقة واختفاء علامة ربط أحزمة المقاعد وتفتح الأبواب الرئيسية. طيب الإقامة نتمناها لكم في موسكو بالنيابة عن قطار بقية سفرتكم ورجعتكم وقد استمتعتم بسفرتكم معنا آمنين أن نلقاكم مرتب ثاني على إحضارات شركة الخطوط الجوية العراق كما ذكرتكم بحمل جميع أمتعتكم اليدوية على مغادرة الطائرة. التدخين ممنوع حين وصولكم إلى صالة المطار الرئيسية. شكرا ومع السلامة. Ladies and gentlemen, we have just landed Vancouver International Airport in Moscow.